مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وكل عام وأنتم بخير. حلقة جديدة من كشك الصحافة وفيها تتابعون. في المواقع المحلية شخص واحد يؤدي صلاة العيد في ساحة كانت تجمع الآلاف بعدن. تعز تواجه كورونا بمركز عزل خال من المحاليل الطبية. أما الأخبار المنوعة، كيف يسيطر فيروس كورونا على خلايانا ويحرض المناعة ضدنا؟ تحولت عدد من الإجراءات الاحترازية المفروضة على المحل والأسواق التجارية بالعاصمة صنعاء إلى مصادر لتحصيل جبايات وعائدات مالية كبيرة لجماعة الحوثي التي كسرت حالة الحجر الصحي كانت قد عممتها طيلة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. وعنون موقع يمن مونيتور: الحوثيون يستثمرون حالة الحجر الصحي لتحصيل عائدات مالية. وقالت مصادر سكانية ليمن مونيتور إن الجماعة سمحت لكبرى الأسواق التجارية بالعاصمة بكسر قرار الإغلاق، والذي كان مقررا من السادسة مساء حتى السابعة صباحا من قبل عمليات الطوارئ باللجنة الفنية لمكافحة الأوبئة التابعة للجماعة. وأضافت المصادر أن الحوثيون اشترطوا على أصحاب المحل التجارية دفع مبالغ مالية مقابل كسر الحظر المفروض من الجماعة. ورصد مراسل الموقع في صنعاء استمرار العمل والأنشطة التجارية في العاصمة صنعاء طيلة العشرة الأيام الأخيرة من رمضان في تصرف وصفه الكثير من المراقبين بالتجاهل والاستهتار بأرواح المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا. ويتهم مسؤولون في الحكومة اليمنية ومنظمات دولية يتهمون جماعة الحوثي المسلحة بالتستر والتكتم على معلومات فيروس كورونا في مناطق سيطرة الجماعة. أبرز صورة نشرت من عدن: صورة يظهر فيها رجل يجلس وحيدا وسط ساحة العروض التي اتخذها الحراك الجنوبي ميدانا لانطلاق تحركاته وإقامة المناسبات. وعنون موقع عدن الغد: في مشهد نادر، شخص واحد أدى صلاة العيد بساحة العروض. وقال الموقع: في مشهد نادر بالمدينة عدن أدى شخص واحد صلاة العيد في ساحة العروض بخور مكسر. وفقا للموقع، فقد كانت هذه الساحة تشهد تجمع الآلاف كل عام لأداء صلاة العيد، وخلت الساحة من جميع المصلين باستثناء شخص واحد لم يكشف عن هويته، حضر إلى المكان وأدى الصلاة ثم انصرف. عيدهم بين أهلهم، نحن صوتهم. تحت هذا العنوان كتبت أبرار عبد الكريم الإرياني مقالها المنشور في عدن الغد، مضيفة: الأمر ليس أني أدمنت الألم، بالعكس أعتبر نفسي من المحظوظين القلة في 2020 والذين عاد لهم والدهم وعاد عليهم العيد لا ذوي مفقودين ولا ذوي مسجونين. لكن الذي يؤلمني حقا هو تخيلي لعمق الألم الذي تعيشه أسر أخرى. كم أم وكم زوجة يبكين الليلة، كم أطفال لن يوقظهم آباؤهم مع الفجر ليستعدوا لصلاة العيد، كم عدد الأسر التي لا زالت تأمل أن يطرق ابنها أو أبوها أو زوجها الباب، كم عدد الأسر التي تبكي الآن. قد يفوق عدد الأسر الباكية اليوم عدد الأسر السعيدة، قد يتجاوز عدد الأطفال الباكين الليلة والمشتاقين لغائبيهم عدد الأطفال السعداء بالعيد. إنني أشارك الجميع ألمهم، لقد كنت في الموقف ذاته. العام السابق لقد انتظرنا والدي حتى الواحدة بعد الفجر، كنا آملين أنه سيعود لكنه لم يعد، ولم نبقى نحن في المنزل المليء بغياب والدي. تركنا كل شيء وذهبنا إلى أبعد نقطة عن المنزل فرارا من كل ما قد يؤلمنا. أشارك الجميع ألمهم الليلة، وأتمنى لو أني كنت صاحبة القرار لأعدت الجميع لذويهم، لجعلت عنابر السجن فارغة اليوم، لتركت السجناء ينعمون بلحظات الفرح بجوار أبنائهم وزوجاتهم وأمهاتهم وآبائهم. لنقف جميعا هنا لنوصل أصوات أولئك الأطفال المحرومين من فرحة الغد، لنتجاوز مع زوجات السجناء شعورهن بالعجز وقلة الحيلة، لنقف هنا مع السجناء الذين يبكون الليلة لعدم وجودهم بجوار أسرهم. لنقف هنا، وليكن الله مع الجميع، وليطمئن قلوبكم،
بعودة المعتقلين والغائبين جميعاً. أكدت بعثة منظمة أطباء بلا حدود في اليمن استعدادها لاستلام وتشغيل مركز العزل بمستشفى الجمهورية في عدن بشكل كامل وتزويده بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا. ووفقا للمصدر أونلاين، أطباء بلا حدود تبدي استعدادها لتشغيل مركز العزل بمستشفى الجمهورية بعدن. كانت أطباء بلا حدود الدولية تسلمت في السابع من هذا الشهر إدارة مركز علاج كوفيد 19 في مستشفى الأمل بعدن بعد مناقشات مع السلطات المحلية. أضافت المنظمة في بيان، تسلمت منظمة أطباء بلا حدود اليوم إدارة مركز علاج كوفيد 19 في مستشفى الأمل بالبريقة غربية عدن بعد مناقشات مع السلطات المحلية. ورغم إشارتها إلى أن الأمراض مثل الملاريا وحمى الضنك والشيكونغونيا متوطنة في المدينة، إلا أن المنظمة قالت لم يسبق أن يسفر عنها هذا العدد الكبير من الوفيات في مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة، مضيفة أن المرضى الذين يموتون تظهر عليهم أعراض كوفيد 19. وتقول مديرة عمليات أطباء بلا حدود في اليمن كالورين سيجين، إن ما نراه في مركز العلاج الذي نديره هو مجرد غيض من فيض من حيث عدد الأشخاص الذين يصابون ويموتون في المدينة. وتضيف يلجأ الناس إلينا لننقذهم بعد فوات الأوان، ونحن نعلم أن آخرين كثر لا يأتون على الإطلاق، يموتون ببساطة في المنزل، هذا الوضع يفطر القلب. اتخذت السلطة المحلية في محافظة تعز جنوبية غرب اليمن بعد ظهور أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا عددا من القرارات، أبرزها إغلاق المنافذ المؤدية إلى تعز وتعليق صلاة الجمعة والجماعة وإغلاق الأسواق، لكن غالبية هذه القرارات لم تنفذ حتى الآن رغم تسجيل 5 إصابات ووفاة واحدة. وعنوان موقع المشاهد نت، تعز تواجه كورونا بمركز عزل خال من المحاليل الطبية. وقال مدير مكتب الصحة بالمحافظة للمشاهد، ألزمنا المستشفيات الخاصة بمعالجة الحالات المصابة المشتبهة وتوفير الحماية الشخصية للكادر الطبي، وتم عمل لجنة للمتابعة فقط، لكن لم تلتزم بذلك إلا بعض المشافي. وأشار مدير مكتب الصحة إلى أن السلطة المحلية قدمت دعما بسيطا بعد تسجيل أول إصابة، كما وجهت وزارة المالية بتحويل مبالغ خاصة بالإصلاح البيئي داخل تعز وكنفقات تشغيلية لمراكز العزل. وأضاف أنه لن تستطيع مدينة تعز مواجهة فيروس كورونا أكثر من أسبوعين لقلة الإمكانيات الطبية فيها كأسرة العنايات المركزة وأجهزة التنفس الصناعي والمحاليل الخاصة بفحص كورونا، إذ نفدت محاليل الفحص عند أول فحص للحالات المصابة والمشتبهين الذين خالطوا هذه الحالات. تعرضت سفينة تجارية تحمل العلم البريطاني لهجوم من مسلحين على متن زورقين بينما كانت مبحرة على بعد 80 ميلا من ميناء المكلا اليمني في حضرموت الساحل منتصف مايو أيار الجاري. وقد أثار ذلك جدلا واسعا بشأن طبيعة الحادثة، وكتب عن ذلك علي الذهب مقالا في العربي الجديد جاء في بعض من فقراته. ملفت للنظر أن توقيت حادثة السفينة التجارية التي تحمل العلم البريطاني جاء بعد 3 أسابيع من تاريخ إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً عن الإدارة الذاتية في المحافظات الجنوبية في أواخر إبريل ومسارعته إلى السيطرة على مصلحة خفر السواحل اليمنية وقطعها البحرية في إطار تنفيذه الإدارة الذاتية، فضلاً عن تحكمه في قاعدة عدن البحرية التي يناط بها عبر ما تبقى لديها من سفن وزوارق حربية القيام بمهمات حفظ الأمن في البحر الإقليمي اليمني في خليج عدن. تفسير اختيار الهدف ليكون سفينة تحمل العلم البريطاني لا يستبعد أن تكون له أبعاده السياسية والجيوسياسية بوصفه حدثا بيت بليل، ولا صلة له بالقرصنة، ولعل ما يقود إلى هذا التفسير التهديدات المتواصلة التي يطلقها قادة المجلس الانتقالي أن أمن الملاحة البحرية في خليج عدن وباب المندب لن يكون في أحسن حال إذا لم تقف الدول ذات المصالح في المنطقة مع مشروعهم الانفصالي، عارضين في الوقت ذاته استعدادهم لحماية هذه المصالح في حال حققوا غايتهم
وذلك كما يبدو رسالة إلى بريطانيا التي دعت عبر سفيرها لدى اليمن كلا من المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية إلى تنفيذ اتفاق الرياض. أجبر فيروس كورونا غالبية اليمنيين على التخلي عن أجواء عيد الفطر المتوارثة، وعلى الرغم من التزام البعض بالإجراءات الاحترازية إلا أن السلطات الصحية تخشى من استهتار قد يسبب أو يتسبب في حدوث موجة تفشي كبيرة الوباء. وعنونت صحيفة العربي الجديد: كورونا يحاصر فرحة عيد الفطر في اليمن. وقالت الصحيفة إن كورونا أضاف أعباء جديدة على كاهل اليمنيين. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن نحو 80% من سكان اليمن لا يستطيعون الاحتفال بالعيد بسبب النزوح والفقر والفيضانات التي فاقمتها الآن جائحة كورونا. وتحدثت وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن ظروف استثنائية، ودعت السكان إلى قضاء العيد داخل المنازل والاكتفاء بالمعايدة عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي وعدم التنقل بين المحافظات والمديريات، كما طالبت أيضا بمنع الأطفال من أخذ الهدايا العيدية أو ما يعرف بعسب العيد نظرا لإمكانية انتقال الفيروس عبر العملة النقدية، وكذلك الامتناع عن تناول حلويات العيد في منازل أخرى. الرئيس الأسبق لتونس منصف المرزوقي كتب مقالا عن الديمقراطية ومدى كره الاستبداديين لها، وقال في جزء من مقال نشرته الجزيرة نت: لو طلب مني أحد أن ألخص له الديمقراطية في 3 كلمات لقلت: الأمر مستحيل، لكن دعني أحاول في 3 جمل. هي التصريف السلمي للصراعات داخل مجتمع تعددي بطبعه، حفاظاً على وحدته واستقراره. هي حكم قانون يوصل كل الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لأصحابها، فلا يصادر ولا يضيق على أي منها. هي سلطة مؤسسات مستدامة منتخبة بحرية ونزاهة، تستخدم الأشخاص المنتخبين ولا يستخدمونها. الاستبداديون والشعبويون على قلب رجل واحد في كره الديمقراطية التمثيلية، لكن لأسباب مختلفة. فهي بالنسبة للشعبويين تصادر سيادة الشعب عبر مؤسسات مثل البرلمان تدعي تمثيله، وهي لا تمثل إلا نخباً فاسدة. أما الحل لبلورة سيادة الشعب ففي ديمقراطية مباشرة تضع الشعب في كل مراكز القرار. أما الاستبداديون فلا مكان في فكرهم لا لديمقراطية تمثيلية ولا لأخرى مباشرة، إلا كغطاء لسلطان الزعيم وعصابته. وعلى العكس من هذا، ترى الاستبداديين والشعبويين يقسمون المجتمع إلى هم ونحن، إلى خونة ووطنيين. فتحت كنيسة في العاصمة الألمانية برلين أبوابها للمسلمين المصلين غير القادرين على الصلاة في مسجدهم بموجب قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة بسبب وباء كورونا. وعنونت شبكة البي بي سي: فيروس كورونا، كنيسة ألمانية تستضيف صلاة الجمعة بسبب الوباء. ووفقا للموقع، سمحت ألمانيا باستئناف الصلوات والشعائر الدينية في 4 مايو الجاري، لكن يجب على المصلين الحفاظ على مسافة 1.5 متر بين بعضهم البعض. ونتيجة لذلك لا يمكن لمسجد دار السلام في حي نيكولن في المدينة أن يستوعب سوى عدد قليل من المصلين. كنيسة مارثا اللوثرية عرضت المساعدة باستضافة صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الذي يصوم فيه المسلمون، وقال إمام المسجد إنها علامة عظيمة وتجلب الفرح في رمضان والفرح وسط هذه الأزمة. لقد جعلنا هذا الوباء مجتمعا واحدا، الأزمات تجمع الناس معا. وقال أحد المصلين ويدعى سامر حمدون: لقد كان شعورا غريبا بسبب الآلات الموسيقية والصور، مشيرا إلى التناقض مع الطقوس الدينية، ولكن عندما تنظر تنسى التفاصيل الصغيرة. هذا هو بيت من بيوت الله في النهاية. حتى راعية الكنيسة شاركت في الحدث وقالت مونيكا ماتياس: ألقيت كلمة باللغة الألمانية
وخلال الصلاة كنت فقط أقول نعم نعم، لأننا لدينا نفس المخاوف ونريد أن نتعلم منكم، ومن الجميل أن نشعر بهذا الإحساس تجاه بعضنا البعض. توصلت دراسة جديدة إلى أن فيروس كورونا الجديد يخترق خلايا الجسم عن طريق منع جينات معينة تكافح العدوى القاتلة، وعنون موقع روسيا اليوم: كيف يسيطر فيروس كورونا على خلايانا وجيناتنا ويحرض المناعة ضدنا؟ وقال الموقع إنه عادة ما تتداخل الفيروسات مثل الإنفلونزا مع مجموعتين من الجينات، واحدة تمنع الفيروسات من التكاثر والأخرى ترسل الخلايا المناعية إلى موقع الإصابة لقتل الفيروسات. لكن الباحثين وجدوا أن سارس كوفيتو يتصرف بشكل مختلف عبر حجب الجينات التي تمنع الفيروس من نسخ نفسه، مع السماح للجينات التي تحفز الخلايا المناعية بالعمل بشكل طبيعي، وهذا يتسبب في تكاثر الفيروس والإفراط في إنتاج الخلايا المناعية لإغراق الرئتين والأعضاء الأخرى، ما يؤدي إلى التهاب غير مخفف. وقال أحد الباحثين إن الغالبية العظمى من الفيروسات التي تصادفها في الطبيعة يتم تحييدها وتدميرها بسهولة، ولكن على العكس أو على عكس الإنفلونزا أو متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد سارس، فإن فيروس كورونا يمنع مجموعة من الجينات وينشط المجموعة الأخرى. مجموعة من الصور التي نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية توثق العديد من الظواهر ومناحي الحياة، نتابعها في هذه الجولة. أخيراً، عدد من رسومات الكاريكاتير والتي نشرتها الصحف والمواقع، نتابعها في جولتنا التالية. بهذا وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.